السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحدثني طلبة المرحلة الثانية قسم التحليلات المالية في مرة أحييكم ونبدأ على بركة الله إلى محاضرتنا الأونلاين في العام الدراسي الجديد. محاضرتنا اليوم راح تكون عن البكتيريا ومقدمة بسيطة عن البكتيريا. ممكن أن تعرف البكتيريا على أنها unicellular microorganism can be found in every ecosystem، على أنها خلايا أحادية الخلية، كائنات دقيقة لا ترى بالعين المجردة وإنما بواسطة compound microscope. أما التراكيب الداخلية لها فيمكن أن تشاهد بواسطة الإلكترون مايكروسكوب. موجودة في كل النظام البيئي every ecosystem. هناك نوعين من البكتيريا اللي هي الهارمفول المؤذية أو المسبب للعدوى، والنورمال فلورا اللي هي تعيش بصورة طبيعية مع الإنسان. الهارمفول فور هيومن راح يكون أما عن طريق البرودكشن أوف توكسيك كومباوند، أما عن طريق طرح أو إنتاج سموم داخلية، أو عن طريق الدايركت إنفكشن. البروكاريوتيك ممكن تقسم إلى قسمين اللي هي إيوبكتيريا وأركيبكتيريا. الإيوكاريوتيك مصطلح آخر. البروكاريوتيك هو سينجل، الإيوكاريوتيك راح يكون مالتي سيلولر، مثال عليه الفنجاي، البروتوزوا والهيلمنثس والهيومن أو الإنسان. All bacteria exception mycoplasm، كل البكتيريا ما عدا المايكوبلازم راح يكون الجدار الخلوي لها يكون صلب. تنقسم البكتيريا أو تتضاعف بواسطة الباينري فيجن، الانقسام الثنائي. البكتيريا ممكن أن تتبادل الجينات الوراثية أو المعلومات الوراثية عن طريق البلازميد. Structure and shape of bacteria، أول تركيب هو الفلاجيلا، مفردها فلاجيلم، وهي عبارة عن تراكيب تشبه الشعرة تبرز من خلال الجدار الخلوي مسؤولة عن الحركة. تكون الفلاجيلا من البازل بودي اللي يكون مرتبط بالسيتوبلازمك ممبرين، وكذلك من الشورت هوك والهيليكول فيلمنتس الذي يحيط بالفلاجيلا. الهوك أند فيلمنتس مكون من بروتين يدعى الفلاجيلين. حركة البكتيريا تختلف حركة البكتيريا اعتمادا على نوع الحركة. هناك بكتيريا تتحرك عن طريق الفلاجيلا بواسطة الأصوات، أما تكون بولار فلاجيلا أو لاترال فلاجيلا. البولار فلاجيلا اللي تسبح بالاتجاه المعاكس تحتوي على قطب واحد، اللاترال راح تكون موزعة، الأصوات موزعة على كل الاتجاهات وتسبح باتجاهات مختلفة. نوع آخر من الحركة اللي هي without فلاجيلا، لا تحتاج للأصوات. بعض أنواع البكتيريا تسبح بدون الأصوات، وهذه البكتيريا تحتوي على البريبلازميك فلاجيلوم، وهي عبارة عن تراكيب تشبه الفلاجيلا، تكون أسفل الأوتر سيال انفلوب، أسفل الغلاف أو غلاف الخلية. نوع آخر من الحركة اللي هو جليدينج أو الانزلاق. بعض أنواع البكتيريا تتحرك فقط عندما تكون باتصال مع وسط صلب، وهنا تكون بطيئة جدا، وهذه الآلية لحد الآن غير معروفة. نوع آخر من الحركة يسمى بالبكتيريال كيموتاكسيس، خاصية الانجذاب الكيميائي، بحيث أن هذه البكتيريا تسبح بأنواع مختلفة من المواد الكيميائية، المركبات الكيميائية، وهذه الخاصية مثل ما ذكرنا تسمى بالانجذاب الكيميائي. أنواع الأصوات على سطح الخلية البكتيرية هي أما أن تكون مونوترايكس، يعني سينجل فلاجيلم، صوت واحد، ومثال عليها الفيبريو كوليرا، أو لوفوترايكوس،
وهنا تكون واحد أو أكثر من الأصوات. ومثال عليها سيديمونس فلوريسانس. النوع الثالث اللي هو الإنفتراكس راح يكون صوت واحد في كل قطب. النوع الرابع اللي يكون المسمى بالبيرتراكس، وهنا تنتشر الأصوات على كل أنحاء سطح الخلية البكتيرية. مثال على البيرتراكس اللي هي الإشريشي كولاي، بكتيريا الإيكولاي، وبكتيريا السالمون تايفي. نأخذ تركيب آخر اللي هو البيلي أور بيلس، مفردها بيلس الأهداب، وهي زوائد خيطية أضعف وأقصر وأكثر عدد من الأصوات كما هو ملاحظ أمامكم، موجودة في البكتيريا المتحركة وغير المتحركة، لذلك لا تعتبر وظيفتها الحركة. إذن وظيفة البيلي أور بيلس هي ليست الحركة، وإنما الالتصاق التاشمنت تذئب الثلال سيال أثناء الالتهاب وتمنع البكتيريا من أن يغسلها تدفق سوائل الجسم. تركيب آخر هو الكبسول. بعض أنواع البكتيريا تحيط نفسها بسائل لزج مكونة أو مكون طبقة من غلاف يحيط بالجدار الخلوي. هذه الكبسولة إذا كانت خفيفة ثن تسمى بالمايكرو كبسول، أما إذا كانت عدد من الخلايا متضمنة مع بعضها على شكل ماتريكس تسمى بالسلم. وظيفة الكبسول فانكشن اوف كبسول، توفر حماية مؤقتة للبكتيريا من الجفاف. ثانيا تمنع بلوك ذا اتاتشمنت اوف البكتيريوفاج، تمنع البكتيريوفاج من الالتصاق بجدار البكتيريا. والنقطة الثالثة اللي هي أنتي فاغوسايتك، تكون مضادة للفاغوسايتك، مضاد للبلعمة. تركيب آخر من التراكيب الداخلية للبكتيريا اللي هو البلازميد، اللي هو ظاهر أمامكم بالصورة، يكون اكسترا كروموسومال دي ان اي، منفصل بصوره طبيعيه عن الكروموسوم. البلازميد له وظائف متعدده، يحتوي على جين انهانس ذا سرفايفل اوف ان اورجانيزم، يساهم في ديمومه واستمرار البكتيريا من خلال كيلينج ماكرو اورجانيزم اذر مايكرو اورجانيزم، قتل الكائنات الحيه الاخرى التي تنافس هذه الخليه البكتيريه، أو من خلال بروديوزين توكسين، أو من خلال إنتاج التوكسينات. الوظيفة الأخرى هي ريبليكيشن إن بكتيريا، عملية التضاعف في البكتيريا أيضا يساهم فيها إلى حد ما البلازميد. تركيب آخر من التراكيب المهمة للخلية اللي هو السيل وول، اللي يمثل أوتر لاير كونتاكت وذ إنفيرومنت، الجدار الخلوي الذي يكون بتماس مع الانفيرومنت المحيط. وظيفة الجدار الخلوي هي حماية الخلية، المحافظة على شكل الخلية، المحافظة على الضغط التناوحي، ويساعد في عملية الالتصاق مع خلايا أخرى غير موجود في الخلايا الحيوانية، لذلك يكون مستهدف من قبل المضادات الحيوية. يزود مواقع التصاق للبكتيريوفيج مجتهمات البكتيريا، ويلعب دور في انقسام الخلية وتوفير منصة صلبة للزوائد السطحية مثل الفلاجيلة والبيلي والكبسول.